هنا مدرسة ماكو، احنا نفطر هنا بالشوارع، نلعب هنا، نركض. هسه اكو واحد اكبر مني عمره 13 سنة 15 سنة، لحد الان ما يعرف لا يقرا ولا يكتب، مدارس ماكو. اسباب عديدة ابعدت خطاب واصدقائه عن التعليم والمدرسة، ضحكاتهم البريئة وامنياتهم الصادقة لم تغير من واقعهم المرير شيئا. لا بابا بقعد. بعد اكثر من 7 أعوام على تهجيرهم، يكاد هؤلاء الأطفال في مخيمات بزيبز للنازحين لا يعرفون مناطقهم الأصلية ولا معنى العودة إليها. هنا المخيم والاعتقال وداعش والحرب، مصطلحات اقتحمت حياتهم لتحل محل طفولة غائبة في مخيمات لا تقيهم برد الشتاء ولا لهيب الصيف. وهاي البيئة والله اللي احنا عايشين بيها فلا تصلح لا للأطفال لا للكبار لا للوسط. واحنا ذولا الاطفال من جونا هنا بالمخيم، احنا صرنا 7 سنوات، وهذول الاطفال عبالهم هسه احنا يعني ذولا اهلهم، ذولا الخيم اهلهم، احنا مو اهلنا ذولا، احنا رباط خير. بعيدا عن مناطقهم يعيش الاطفال النازحون ظروفا قاسيه اضفت عليهم طابع العدوانيه، هم ضحايا الحرب وفي الوقت نفسه قنابل موقوته، لا بد للحكومه من اعاده تاهيلهم وايجاد حل لهم. يعني هاي الفترة أكيد تخلق أناس عنيفين معنفين، وأيضا أناس خطرين على المجتمع. احتضان هؤلاء الأطفال، تأهيلهم وترويضهم إلى أن يكونون أطفال طبيعيين، أنا حسب ما شفت بالمخيمات هم أطفال مو طبيعيين. أكثر من 700 طفل دون تعليم حقيقي يلقي بهم إلى مصير مجهول بسبب تجاهلهم من قبل الحكومتين المحلية والمركزية، فضلاً عن المنظمات الأممية. من الأنبار أنمار العاني، يو تي في.